السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الأعزاء، اليوم جبتكم هذا الدار كتواجد تجزئة منار طنجة قريبا سط فيلاج. الطبق الأرضي فيه الكراج مقسوم على جوج والسكنة وثلاثة ديال الطبقات والروتري في السطح. الروتري فيه السكنة، الدار مصلوحة ونقية. مساحة الأرض 108 متر، فوقي كتزاد مساحة البالكون كتعطي 118 متر، يعني الكراج مقسم على جوج. هاد الكراج بالطواليت ديالو، خليكم معايا في الفيديو اخوتي باش غادي نصورو الطبقة بطبقة ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. الدرجة على الشارع هاد 12 قريبا سط فيلاج، موقع رائع. هاد الكراج مقسم على جوج، باقي كراج اخر هنا تقريبا نفس المساحة. الدارية هادي كيما لاحظتو الدار غزالة تبارك الله، نقية كتشعل المستوى والنقاوة. كيما قلتكم الطبق الأرضي فيه جوج د الكراجات والسكنة. خليكم معايا، طلعة الدروج كاملة بإينوكس ملابنة على يدو. بسم الله على بركة الله. هنا كاينة السكنة، هنا كاينة الكوزينة بلورنية ديالها. بسم الله، هنا كاين بيت، بيت النعاس، أرضية الدار غزالة تبارك الله. هنا كاين واحد الحمام، الدار محافظة تترية بجميع الوثائق القانونية ديالها. دابا هذه الدخلة ديال الدار كما لاحظتوا، العيون ديالها هو هذا. هذا الدار كتواجد تجزئة منار قريبا مسنانة، قريبا سط فيلاج وقريبا مجاهدين. الدرج بالمرمو، دروج كبير من 90، الطلعة ديالو مرتاحة. دائما اخوتي تبعوا الفيديو حتى الاخر باش كتفهموا المعلومات وكتفهموا كل شيء بالتفاصيل. بسم الله على بركة الله. اخوتي الاعزاء كما لاحظتوا معايا، يعني الدار فيها طبق الارضي، جوج ديال الكراجات والسكنة. هذا الطبق الاول، الدار مبنية على اليد، هذا ماشي بني سواقي. هنا الصيلة مفتوحين بعطيتهم، الدار جات قريبا جميع المرافق العمومية، جات قريبا كلشي. بسم الله على بركة الله. بارطاجيو هذا الفيديو الله يجزيكم بخير اخوتي، باش كتساعدوا العائلات اصدقاء ديالكم من نوع العقار اللي يناسبهم يعجبهم ان شاء الله في القناة ديالي. وباقي الخير قدام. هنا كاين بيت، انترفون ديالها فيه كاميرا، هنا مريو فيكسي في الحيط. غادي نعطيكم الثمن خاويه بلا اتات، واللي بغا فراش هي مرحبا. ومساحه متسعه تبارك الله اخوتي، 108 في الارض وفوقي كتعطي 118، كتزاد مساحه البالكون 10 متر اللي كتزاد البالكون. تجزئه هادئه، الهدوء كان، الدنيا غزاله مخيره. هنا كوزينه، سمولها مول الدرقه اللي زعما الا شي واحد عجبو الاثاث نبيع له بالاثاث. دابا هنا كاين بيت وكوزينه كما لاحظتوا، هنا كاين الصيله مفتوحين بعطياتهم. هنا كاين بيت، بيت تبارك الله كبير، فراش ديال الجوج. مريون فيكسي في الحيط، الأثاث باقي جديد ونقي فيها، كلشي باقي جديد ونقي.
الشارع متسع تبارك الله، الشارع ديال 12 الصباغة الياقوتة، فينيسيون ديزاين اخر ما كاين في السوق كما لاحظتوا اخوتي، الهدوء وكان الدار غزالة تبارك الله. من زاوية اخرى السقف ديالها قريبا كلشي، قريبا صد فيلاج مسنانة، قريبا نفق مسنانة، قريبا كلية، موقع مخير، قريبا ديار طنجة بالباشير مجاهدين، دار مبنية جديدة ما عندها شي بزاف باش تبنات. خليكم معايا، طلعة الدروج كيما لاحظتو، الدروج كبير من 90، طلعة ديالو إينوكس، الدار مسكينية غزالة تبارك الله. خليكم معايا باش نصورو الدار كاملة. بسم الله. هذا الطبق الثاني كما لاحظتوا، الصيله مفتوحين بعضيتهم، الدار تبارك الله غزاله كبيره ومتسعه، في صاله غزاله فيها حتى موقع مخير، الدار محافظه تيتريه بجميع الوثائق القانونيه ديالها. الصالون مفتوحين بعضيتهم، هنا كاين بيت، بيت كبير متسع، الأرضية، أنا قلت لك الدار ما عندها شي بزاف باش تبنات، الثمن فيها مزيون أخوتي العزاز، مولا 10 قطع أرضية 12000 درهم مترو. مليون و 200 الف فرانك للمترو، 12000 درهم بالشراء، 108 المترو اللي كاينه في الوراق. هنا كاين الحمام، اهلا خوتي، انا قلت لك يعني قطعة ارضية خصك 12000 درهم كضربها في 108 متر تي ومولا عمل الصراحة تمام زيون. خليكم معايا نصورو الدار كاملة ونعطيكم الثمن. دابا حنا في الطبق الثاني، غادي نطلعو من فوق نصورو الطبق الثالث ونصورو السطح ونعطيكم الثمن. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير باش كتساعدوا العائلات ديالكم الاصدقاء ديالكم للنوع العقار اللي يناسبهم يعجبهم. يعني الدار كاملة فينيا ونقية كما لاحظتو، في صالة مزيونة، هذه الصالة ديال الضياف مفتوحة من بعضيتها، الأرضية ديالها، هنا كاين بيت، انترفون ماركة ألمانيا، النوع اللي ممتاز. هذا دوزيام إيطاج. يعني الدار كتكون الطبق الارضي فيه كراج مقسوم على جوج والسكنه وثلاثه ديال الطبقات والروتري في السطح، الروتري فيه السكنه بالتراسه ديالو. هذا الدار بزاف ديال الامتيازات اللي فيها مزيانه اللي بغى يفوز بها الانسان. دائما اخوتي خصو يتوكل على الله ويزعم، ما يبقاش يستشار بزاف ويبقى يتردد. هذا الدار مولاها بناها على يدو، مبنيه على الصح الصحيح من ناحيه فينيسيون ديزاين، كلشي باقي جديد فيها، الدار جديده، التجزئه فيها الكلم والهدوء، استراتيجيه ديالها مزيونه، قريبا بزاف ديال الاماكن العموميه. السعدات وليات كتاولوا هذا الدار غزاله غزاله كتحمق، مستوى النقاوه فينيسيون والموقع، منطقه محترمه فيها الناس مزوجين بعائلتهم، كان الهدوء من ناحيه الموقع، قريبا مرجان، قريبا النفق ديال مسنانه. هنا كاين بيت، يعني نفس الفصاله اللي كاينه تحت كاينه هنا، انستالاسيون التلفازه، السقف ديالها، الدار مبنيه جديده،
اللي غادي تشري مثلا تشري الارض وتبني، ها هي الدار مفينيا غزاله كلشي ديالها مبنيه على الصح تبارك الله. من زاويه اخرى وكنظن اللي غايجي يشوف الدار غادي تعجبو كثار، حيت انا كنصور بالتليفون. وفاص معنا كاين الحمام، خوتي الأعزاء هذا مول الدار عمل التمام مزيون وعندو الغرض يبيع، إلا كان شي شاري صحيح شي شاري معقول الله يجازيكم بخير. الإنسان دايما كخصو يزعم توكل على الله، حيت الإنسان اللي كيبقى يستشار بزاف عمرو ما يشري، شي كيقولو هيدا شي كيقولو هيدا كيرونو له الراس ديالو عمرو ما يشري. هاد الدار إلا بغيتي تستثمر فيها الكرا، المدخل ديالها دخلك واحد 17000 درهم في الشهر، حيت الكرا مطلوب في هاد المنطقة بالخصوص المنطقة فيها الهدوء والكلام، وقريبا جميع المرافق العمومية، قريبا صد فيلاج، قريبا مجاهدين، قريبا مسنانة. بغيتي تباركي مثلا دخل السيارة ديالك، هنا كاينة كوزينة، هاد الكوزينة عمرها ما خدمت عمرها ما تستعملات، الدار سبحان الله. هاد الدار اخوتي انا قلت لك الدار تبارك الله غزالة غزالة كلشي ديالها، شوف أصوركم كلشي بالتدقيق والتفاصيل اخوتي، الله يجازيكم بالخير، باش الانسان الى جاي يجي على شي حاجه صحيحه، الانسان يجي شاري، والانسان دائما خصو يزعم ويتوكل على الله، حيت اللي ما كيزعمش عمرو ما يشري. هذا الطبق الثالث، خليكم معايا نطلعوا صور الروتري. ها هي الدار غزاله تبارك الله، الشارع ديال 12 بالكراج فيه السكنه وثلاثه ديال الطبقات والروتري، الدار مخيره فيها تمام زيون. انا اخوتي الاعزاء انترفون كاميرا ماركه دوتشلاند ديال المانيا. انا اخوتي الاعزاء دابا نصورو الروتري اللي كاينه في السطح، دابا غادي نصورو الروتري الدروج اللي قلت لك بالمرمو ديالو طالعه الدروج كامله بالاينوكس بالزليج، المهم الدار غزاله غزاله كتحمق كلشي ديالها. هنا كاين واحد الحمام، هنا كاين كوزينه، خليكم معايا كوزينه امريكانه مفتوحه للصالون، يعني الروتري فيه سكنة. هنا انستالاسيون ديال التلفازة، هنا كاينة سطح كما لاحظتوا معايا، انستالاسيون ديال لافادورا غريفو تما تصاب شي زربيه شي ذبيحه د العيد، العيد هو قرب، هنا تحلق تعلق الحاولي ديالك تما. ها هي الدار غزاله غزاله تبارك الله كلشي ديالها. اللي كيهم الامر مرحبا خوتي، غنخليكم الرقم ديال الهاتف فيه الواتساب، نعملوا موعد مع مول الدار وتجي تشوف الدار وما يكون غير خير ان شاء الله. ها غريفو الثاني جوج ديال غريفوس، ها البارتمان ما عجبش خوتي العزاز، الثمن ديالها الثمن ديالها 300 مليون 300 مليون 290 مليون يبيعها. هذه معلومات اخوتي العزاز، راه ديجا كانت تباعات السيد مع الروبريز واحد بارطمان ما عجبتوش. اذا كان شي واحد كاش مرحبا خوتي، مرحبا والف مرحبا، كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي المناقشه كتكون مع صاحب العقار، انا فقط واسط كنلاقي الشاري مع البائع، مناقشة دائما كتكون
مع صاحب العقار الله يجازيكم بخير. هذا الدار سعدات وليت كتبرو الدار غزالة تبارك الله، ما تحمق راسك في بني ما والو. الدار دخل وسكن، جيب الحوايج ديالك ودخل سكن. الثمن مولاك يقول 300 مليون، 290 مليون يبيعها.